خلينا سوا سوا بلش أسعد على الهوى أسعد جاي وعند حكاية على الهوى أسعد جاي وعند حكاية وحكاية أسعد يومية للإذاعة اللبنانية ورح نسمع سوا أسعد على الهوى رح نسمع سوا أسعد على الهوى ورح نسمع سوا سوا أسعد على الهوى يا ظريف الطول يا ابو المجانة جاييني مكتوب من خالي انا ايه بعت لي خالي من امريكا مكتوب وصور اشوها الصورة اشوها صورة فيها كعب بناء عليا عليا يا بي شو هده شو بناء طالع بهطلوع وضيق راسها بالغاب طلعت منيحك بالصورة شفت خالة واقف قد النملة ومعرم ولبس برنيطه شو هده مفرنج يا خال مفرنج حاله وناسي انه شروي جده بعده معلق بالتوتة ايه بعت لي الخال مكتوب ومسميني فيه مستر اسعد اسعد اش برا من لسانك اخال خالي العزيز صرت انجليزة شغل برا يا خال برا من لسانك ايه ما عاد تعرف تلفظ حرف العان ولو كيف لك عان تشيل العان من اسمي وتحط محل حرف الالف حتى الالف مش مكتوبة منيح عملها طويلة طول كتير مثل نطحة السحاب والهمزة عراسي كبيرة مثل البرنيطو شو قصتك يا خال صوير كل شيء بالنسبة لك مثل نطيحات السحاب إيه لو تكون سافرت بالباخرة كنت قلت انه لطشك البحر ولو تكون سافرت انت وصغير كنا قلنا حقه ينسى ويتغير انما صار لك 4-5 سنين مسافر ولما سافرت يا خال كان عمرك 50 سنة عدا ونقدا هو بعلمي كنت مربي شويري باك ومفتل شواربك وتقول شواربي بيوقف عليهم النسر وان صار الشنب وان يا ابو الشنب وان وعدكون اطلعت فيك شي واحدة من هيك البلاد وقلت لك شي كلمة وصدقت لا يا خال لا 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 ما كنت منتظر منك تشلح شواربك وتشلح ذاكرتك وتغير عادتك يا رات بعرف احكي انجليزة كنت بقلك بالانجليزة اللي بيغير عودته وبتقلي سعودته عش ما فهمت كمان المثل حقك راك رح ترجم لك يا لهالمثل مستر اخول يلي بيغير عودته جود نو اسقطه اوكي خال يو فهمت مي اذا فهمت مي بيكون جود وإذا ما فهمت سنفرلو السنفريين سنفرلو السنفريين وهي امضوقة ابن يور سيستر أسعد على دلعونة وعلى دلعونة طالب أمريكا على تليفونة إيه هلا أنا قاعد بمكتب الاتصالات الخارجية حتى يجي دورة ويدقولي رقم خولة بأمريكا بدي أحكي معه بالعربي المشبروح وبدي أقول له بكل صراحة إني زعلان منه ها الهيئة إجيني الخط عاش بحكة كتر خيرك يا مزمزيل ألو الو خولة كيفك يا مستر خولة ان شاء الله يا خولة تكون من الهم خولة ايه وصلتني صورتك ولي علاك وعلى هالصورة مبين فيا قزم حد هالبنية العليا ايه الوصلة للسحاب اللي مزعلني منك انك معرم قدام البنية كأنك صاحبه مع انك بعدك قد الحال ولو إذا كنت مفكر إنه ناطحات السحاب أحلى من بيوت الحجر والأرميد بتكون غلطان
وإذا كنت مفكر البنايات المشقوعة فوق بعض البعض أحلى من بيوت الضيعة بتكون خرفان. وبدي خبرك خبرية، سمعت بالراديو اليوم إنه ناطحات السحاب بأمريكا نصها فاضية. ليش؟ ما عاد حدا يستأجر فيه، ولا عاد حدا يشتري، والناس ما عاد بدهم يسكنوا بعلب السردين الببنية بالبطون. ألو ألو ألو، خولة خولة، عم تسمعنا؟ لا تسكر الخط، خليني كفي حديثة. إيه؟ نحن عنا حضارة بالبيوت والعمار. مش صحيح يا خال إنه لازم نتخلى عن ميزة بيوتنا وحجرنا وأرميدنا وقناطرنا. ألو ألو خولة خولة، سكر الخط ويسكر ويصطفل. المهم قلت له إني أنا زعلان منه. إيه؟ يا مي جناوية يا مي جناوية يا مي جنا، أحلى بيوت بهدن بيوت اللينا، أحلى بيوت بهدن بيوت اللينا. مدري اشو صار بقى على الخولة، من وقت اللي سافر صار يفخم بالبنايات العليا وناطحات السحاب. يا خولة يا خولة، خلي ناطحات السحاب ببلادي وتع نعمر سوا بيوت بتشبهنا. وعمر يا معلم العمار وعلي حارتنا يابا، علي يا معلم العمار وعلي حارتنا يابا. نسمع أسعد على الهوى، بكرة من البقية سوا نسمع أسعد على الهوى. أسعد جاي وعنده حكاية، أسعد جاي وعنده حكاية وحكاية أسعد يومية بالإذاعة اللبنانية. أسعد على الهوى، أسعد على الهوى، قدمه لكم عبد الله حمصي، كتبه للإذاعة جورج يمين، تنفيذ عبد الله شمس الدين، إخراج سمير أبو سعيد. أسعد على الهوى، أسعد على الهوى، أسعد على الهوى.